بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع فقرات اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. في أول هذه الفقرة سنلقي نظرة على بعض العبارات التي كنا قد رأينا ونرى هدفها. مثلا رأينا فيما سبق appelle. Il regarde toujours le chat et la souris. Appelle. استعملنا هنا الفعل appeler على imperatif. يعني أننا صرفنا هذا الفعل في الأمر. قلنا ماذا؟ قلنا أبل ناديه أو نادي عليه. عندنا هنا لو فيرب أبل كونجيغي على امبيراتيف، فعل نادى مصرف في الأمر. أيضا قلنا دودو فيان نو ريست با لا كور كور لا تورتي فا غاني. إذا استعملنا لو فيرب فينير على امبيراتيف، أيضا لو فيرب ريستي على امبيراتيف، ثم استعملنا لو فيرب كورير على امبيراتيف. إذن استعملنا الverb venir اللي هو جاء استعملناه في الأمر، ثم استعملنا الverb rester يعني فعل بقية على imperative يعني في الأمر، ثم استعملنا أيضا الverb courir يعني فعل جرى على imperative. ثم قلنا ماذا في عبارة أخرى؟ continue dada continue dada tu es presque arrivé continue. إذن استعملنا الverb continuer على imperative. إذن كما تلاحظوا هاد العبارات اللي عندها هاد الأفعال مصرفة في الأمر، هاد العبارات تدخل في دوني أن أوردر. دوني أن أوردر يعني أن تدخل في هاد المجال ديال إعطاء الأمر، أو بيان دوني دي زوردر أو إعطاء الأوامر. بطبيعة الحال لوردر هو الأمر وهو الترتيب. نتكلم عن أشياء أون دي زوردر يعني أشياء غير مرتبة. En ordre يعني أنها مرتبة. نقول مثلا mettre en ordre les mots suivants يعني ضع في ترتيب الكلمات التالية. إذا نتكلم عن الأوردر الذي يعني الترتيب، لكن الذي عندنا هنا دوني أن أوردر. إذا عندما نقول دوني ديزور أو بيا دوني أن أوردر، المقصود أنك تعطي أوامر أو تعطي أمرا. إذا نتكلم عن دوني أن أوردر. إذن كم إكزامبل pour donner des ordres aux apprenants، لكي نعطي أوامر للمتعلمين. نتكلم عن les apprenants، تجي من فعل apprendre يعني فعل تعلم. إذن نقول مثلا calmez-vous. calme يعني هدأ. إذن كما نقول إهداء. إذن calme يعني إهداء. calmez-vous طبعا حال عندنا le verbe se calmer المقصود هدأ. أيضا نقول أسيفو. هنا عندنا الفيرب ساسوار. أسيفو أسيفو يعني اجلسوا. أسيفو إذن اجلسوا. إذن تقول لأشخاص أمامك أو بياتي دون أن أوردر أو زابخونو يعني أنت تعطي أمرا للمتعلمين. كاسكو تي فادير تي فادير أسيفو، ستقول اجلسوا. أو بيان إكريفي بيان écrivez bien écrivez bien اكتبوا جيدا اكتبوا جيدا écrivez bien. اذا عندنا الverb écrire فعل كتب écrire écrivez bien. اذا كما تلاحظوا باننا نستعمل الامر في اعطاء الاوامر. طبعا الحال عندما نتكلم عن الامر الامبيراتيف، هذا يعني الكلمه يعني الفعل بالخصوص يعني باش ياخذ واحد الشكل معين في الصرف. أما عندما نقول دوني أن أوردر يعني أنك تعطي أمرا، إذن فهذا تتعلق بالفعل على الأرض. إذن نتكلم عن لوردر. بطبيعة الحال ممكن أننا نعطي ما يشبه الأوامر ولكن في قالب آخر، ماشي بالضرورة أننا نستعمل الامبيراتيف. أحيانا تكون بعض الأمور أقل حدة، أحيانا نطرح بعض العبارات تكون أقل حدة في الأمر. طبعا الحال الاستعمال ديال الأمر بطرق أخرى يتعلق خصوصا ببعض الأفعال، يعني أن بعض الأفعال تتكون هي تتضمن هذا المعنى. نتكلم عن فعل كونساي فعل نصح. إذا نقول مثلا جو تو كونساي أنا أنصحك. نتكلم أيضا عن الverb devoir، تقول لشخص تي دوا أنت عليك أو يتوجب عليك. أو نستعمل الverb falloir أو نستعمل لغة فالوار لغة
فالوار في الغالب يستعمل مع إيل، كما عندنا في اللغة العربية نقول يجب، يجب عليك. من الذي يجب؟ نقول يجب كأننا ننسب هد الوجوب لشيء أو شخص في الغائب، نقول هو يجب عليك، إذن نقول يجب عليك. نفس الأمر مع الظرف فالواغ في اللغة الفرنسية، أنه غالبا يستعمل مع إيل، نقول إلفو، تماما كما في اللغة العربية نقول يجب أو يتوجب. إذن فيما يخص مثلا الظرف كونسي، ممكن أننا نقول مثلا pour ton voyage، من أجل سفرك، je te conseille، أنا أنصحك de prendre le train qui part de Rabat، أنا أنصحك بأخذ القطار الذي ينطلق من الرباط. إذن pour ton voyage، من أجل سفرك، je te conseille de prendre le train qui part de Rabat، أنا أنصحك بأخذ القطار الذي ينطلق من الرباط. طبعا الحال تنتكلم على الغاء partir، فعل انطلق، فعل انطلق، ومنها le départ، تنقول أحيانا بأن القطار تيدير الديبار مع كذا وكذا، هاد الديبار هي le départ، يعني تجي من فعل partir le départ، يعني الديبار هو الانطلاقة. إذا le verbe partir هو فعل انطلق. إذا عندنا هنا pour ton voyage، فيما يخص سفرك، je te conseille de prendre le train qui part de Rabat، أنا أنصحك بأن تأخذ، بأخذ، طبعا الحال عندنا le verbe prendre، ثم عندنا le train qui part، il part، هو ينطلق، il part. إذن عندنا هنا le train qui part، القطار الذي ينطلق، de Rabat، أو مثلا de prendre le train qui part à 10 heures، أنصحك بأخذ القطار الذي ينطلق مع الساعة 10. مثلا نقول أيضا je vous conseille vivement de vous y préparer، de vous y préparer، إذن أنا أنصحك بشدة بأن تستعد له أو بأن تستعد لها. إذن je vous conseille، أنا أنصحكم، أنا أنصحك، أنا أنصحك، إذن تتبقى بهذا المعاني. إذن je vous conseille vivement de vous y préparer، أنا أنصحكم بشدة بالاستعداد له. طبعا الحال هاد إيغريك تتعود على واحد الاسم تيكون مسبوق بأ، نقول مثلا je vous conseille vivement de vous préparer à l'examen، أنا أنصحك أو أنصحك أو أنصحكم بشدة بأن تستعدوا للامتحان، de vous préparer à l'examen أو بالاستعداد للامتحان. إذن هاد إيغريك تتعود على هاد أ ليكزامان، أ ليكزامان، يعني أنها تتشمل الاسم وهاد أ اللي قبل منه، إذن نعوضها بهاد إيغريك. إذن جو فو كونساي فيفمون دو فو زي بريباري، يعني أنا أنصحكم بشدة بالاستعداد له. إذن كما تلاحظوا هنا ملي تنستعملوا هاد لوغ كونساي كأنني أعطي أمرا. إذن عندما أقول لك أنا أنصحك بأن تستعد للامتحان، كأنني أعطيك أمرا، شبه أمر إن صح التعبير، بالاستعداد لهذا الامتحان. أيضا ممكن أننا نستعمل لغة devoir، نقول tu dois، أنت يتوجب عليك، tu dois dire ce que tu veux faire، أنت عليك أن تقول ما تريد فعله. هنا عندنا tu dois، أنت عليك، أنت يتوجب عليك، tu dois، عندنا لغة devoir. ومن كلمة le devoir، le devoir يعني الواجب، إذا الاسم والفعل يكتب بنفس الطريقة، le verbe devoir، إذا نتكلم على le verbe devoir. إذا tu dois dire، هذا le verbe dire يعني قال، tu dois dire يعني عليك القول، ce que tu veux، ما تريد، عندنا le verbe vouloir، ce que tu veux، ما أنت تريد أو ما أنت تريدين، faire يعني فعله. طبعا الحال كما تلاحظوا بأن عندنا دير ما مصرفش وعندنا فار ما مصرفش، علاش؟ هذه حالة كما ذكرنا فيما سبق من بضع حالات أن الفعل لا يصرف. إذا مثلا عندنا هنا عندما يأتي مباشرة بعد فعل آخر، مثلا في الحالة الأولى عندنا tu dois، إذا الفعل الأول مصرف tu dois dire، الفعل الثاني غير مصرف. في الحالة الثانية نقول ce que tu veux، إذا الفعل الأول مصرف le verbe vouloir،
الفعل الثاني غير مصرف لأنه جاء مباشرة بعد الفعل الأول. إذا عندنا لو فيرب دو فوار. إذا عندما أقول لشخص تو دوا يعني أنه يتوجب عليك، فهذا كأنه أمر بشكل غير مباشر. إذا تو دوا دير سو كو تو فو فير. أو بيان أقول مثلا تو دوا أوسي سافوار، تو دوا أوسي سافوار بيان دي شوز افون دو بروندر دي ديسيزيون. أنت أو أنتي تو دوا يتوجب عليك أو عليك أوسي أيضا سافوار بيان يعني المعرفة الجيدة أو أن تعرف جيدا دي شوز أن تعرف أشياء. طبعا الحال عندنا لا فيرب سافوار هذا فعل عرف جو سي يعني أنا أعرف، ومنها كلمة لو سافوار يعني المعرفة. لو سافوار يعني المعرفة. إذا تي دوا أوسي سافوار أنت عليك أيضا معرفة أو أن تعرف بيان جيدا دي شوز أن تعرف أشياء. افون دو بروندر افون دو بروندر دي ديسيزيون قبل اخذ او قبل ان تاخذ. عندنا لا فيرب بروندر. اذا كما نقول قبل اخذ دي ديسيزيون طبعاً الحال ديسيزيون تجي من فعل ديسيدي يعني قرر. اذا قبل ان تاخذ قرارات. اذا لي ديسيزيون هما القرارات. اذا قبل ما تاخذ هذا القرار او واحد المجموعه ديال القرارات عليك أولا معرفة أشياء. إذن عليك أن تعرف أشياء. إذن قبل أن تأخذ قرارات عليك أن تعرف مجموعة أشياء. المقصود مثلا مجموعة قوانين، مجموعة معطيات معينة في الميدان. إذن عليك أن تعرف مجموعة أشياء. إذن في هذه الحالة كما نرى أننا استعملنا لفار دوفوار. ممكن أننا نستعمل لفار فالوار كما قلنا. نقول مثلا il faut arrêter il faut arrêter. اذا كما تلاحظوا بان لغه فالوار انه ياتي مع il il faut arrêter يجب ايقاف. ايقاف ماذا؟ de nous raconter des histoires. ايقاف ان تحكوا لنا قصصا. طبعا الحال الاستوار في المفرد ممكن ان تعني التاريخ، ممكن ان تعني قصه. في الجمع طبعا الحال تعني قصصا كما عندنا هنا. il faut arrêter de nous raconter des histoires يجب ايقاف أن تحكوا لنا قصصا يعني أوقفوا حكيكم لنا هذه القصص يعني أوقفوا هذه القصص التي تحكونها لنا. المقصود بمعنى آخر أوقفوا هذه الأكاذيب يعني أنكم تؤلفون قصصا وتحكونها لنا. إذن أوقفوا هذه القصص. المقصود أوقفوا هذه الأكاذيب. il faut arrêter de nous raconter des histoires. إذن استعملنا هنا le verbe falloir. إذن كأن القائل هنا يعطي أمرا بطريقة غير مباشرة بإيقاف حكي هد القصص. أيضا في حالة أخرى مثلا نقول il faut atteindre la première place يتوجب الوصول لأول مكان. atteindre atteindre هذا الفعل هذا يعني بلغ هدفه أو حقق رغبة يعني أنك تتوصل لواحد أمر خططت له تصل لهدف خططت له. إذا ممكن أن يعني parvenir à يعني أنك تصل لكذا أو bien réaliser يعني أنك تحقق. مثلا réaliser son rêve يعني حقق حلمه. إذا نتكلم عن atteindre. إذا عندما نقول il faut atteindre la première place كما نقول il faut réaliser la première place أو bien il faut parvenir à la première place. il faut atteindre la première place. il faut atteindre la première place يجب الوصول يجب تحقيق المرتبة الأولى. نستأنف الفقرة القادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.